يوم السبت الاجتماع الدوري لرابطة المتقاعدين العراقيين في بغداد، ونسأل نحب نطلع على الأهم النتائج اللي طلعوا بها الإخوان المتصدين لقضية المتقاعدين مع الحاج هادي العامري. تفضل أخ أبو أمير أو أبو نور تحدث عنه. حياك الله عيننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما ناشدنا الأخ العزيز الحاج معين المتقاعدين الحاج معين الكاظمي عضو مجلس النواب عضو اللجنة المالية بصدد لقاء مع الحاج هادي العامري الأمين العام لمنظمة بدر، والحمد لله تحقق هذا اللقاء وتمت مناقشة الحاج هادي العامري بكل ما يحتاجه المتقاعد العراقي، وأهم ما تم مناقشته والطرح اللي تم أثناء المقابلة صار شرح موجز قدمه الأخ الدكتور فريق محمد العبيدي، ومن ثم صارت مداخلة من قبل الحاضرين جميعا. وكان أهم هذه الأمور اللي طالبنا بها هو تعديل قانون التقاعد ورفع سلم الرواتب للمتقاعدين، والمطالبة بتحسين الوضع المعاشي والضمان الصحي لكافة المتقاعدين العراقيين، وتعديل المواد 13 و26، وتسكين الحالة الصحية للجرحى اللي انحالوا كأصحاء، وغير هاي الأمور يعني اللي يحتاجها المتقاعد. الحاج هادي العامري جزاه الله خير وعدنا مشكورا إن شاء الله بتحقيق كل ما تم طرحه، وأكد بأنها مطالب شرعية، وتظاهراتنا ومطالباتنا أكد عليها حتى إحقاق الحق، وقال يعني ما يصير واحد يعوف حقه وهذا حقكم، حتى وإن كلف الشخص اللي يطالب بالحق حتى لو كلف حياته. يعني الرجل متضامن مع المتقاعدين، وإن شاء الله يكون هو صوت المتقاعدين أمام المسؤولين جميعا بدءا من رئيس الوزراء وحتى مجلس النواب، وإن شاء الله خير الأيام القادمة احنا نخطف ثمار هذا اللقاء. وأترك المجال لإخواني بالحديث. الأخ أبو أمير المتحدث باسم رابطة المتقاعدين، أكو حول موضوع جمع التواقيع، من اللي سعى فيها من النواب؟ من اللي وصلكم أخبار عنه هو يعني وقع أو كذا التزم هذا؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لجمع التواقيع أو تعديل قانون التقاعد اللي احنا نسميه لا موحد، سبق وان بينا أسباب تسميته لا موحد. أي قانون بي جنبه مالية ما يصير البرلمان يقدم هذا القانون، يعني أي قانون سواء كان للتقاعد أو غير التقاعد يأخذون استشارة أو موافقة مجلس الوزراء بهذا الخصوص، ثم ترسل إلى البرلمان لغرض المصادقة عليه. بصراحة يعني هذا جمع التواقيع هي خطوة بالاتجاه الصحيح، وبارك الله بكل من سعى للمتقاعدين. يعني سبق وأن سواها النائب المقصوصي علي حاتم مقصوصي، يعني حتى شوفنا التواقيع أكثر من 50 توقيع، لكن ماكو استجابة بصراحة. عندما توصل للبرلمان راح يقول لك هاي بجنبة مالية ويرجع، لكن كضغوطات برلمانية السيد عادل عامري يعني أكد أنه سيوعز إلى نواب الكتلة حتى يضغطون باتجاه تعديل قانون التقاعد. شنو الجنبه الماليه؟ احنا بصراحه جاي نسمع من هنا وهناك جاي ياكدون على فقره واحده بالقانون، واحنا بالنسبه كمتقاعدين ما نقبل ولا نوافق على هذا التعديلات. نريد تعديل لكل القانون، يعني مو كل سنه تعالوا عيدوا القانون والتعديلات. جاي يركزون على ماده ما اريد اذكرها هاي الماده شنو هي، ويتركون بقيه المواد. فاحنا بالنسبه له أهدافنا واضحة، هي الحد الأدنى الراتب التقاعدي،
ومال المعيل ومال المادة 13 اللي قطيع الناس لحد الآن ما ماخذ حقوقها، ال 14 مساواة الراتب، إعادة السن القانوني إلى آخره. شغلة أخرى أحب أبينها أخوتكم في رابطة المتقاعدين عندما يدعون للتقاعد، يعني أسأل كل المتقاعدين، هل هي منفعة للرابطة فقط لو لكل العراقيين، لكل متقاعدي العراق؟ فيا أخوان اللي نترجى منكم، يعني أنتم بدل ما تشجعوننا، بدل ما تقولون يعني بارك الله بكم على جهودكم، نفس الحال أنتم إذا سعيتوا الأخوة الباقين باقي الجروبات، يعني إحنا ما نفرح إنه ناس تسعى لخدمة المتقاعد، وإذا صارت زيادة مثل ما بينا سابقا مو بس على رابطة المتقاعدين، الكل تنشمل. فنسمع كذا وكذا، ما نريد نعيد الماضي يا أخوان هدفنا واحد، مركبنا واحد، أي زيادة أي تعديل هو يخدم الجميع، ما يخدم رابطة المتقاعدين. اشتغل على شغلك شغلي. اترك المجال للآخرين، أنت ابدع في عملك، احنا نبدع في عملنا. احنا بالنسبة لنا أي جهة كانت، أي مسؤول بغض النظر عن كتلته انتماء طائفته، يقف مع المتقاعدين احنا نكون سند له واقفين له. هدفنا شنو احنا هاي الاجتماعات وهاي التجمعات وهاي غير تحسين واقع المتقاعد؟ إذا شخص يعني دق صدره إليك وقال لك أنا معاك، شنو ردت فعلك إليك؟ يعني تقول لي رحم الله يديك لو تسب وتغلط مثل ما جاي يصير هسه بالله؟ هذول ما يهمونا بصراحة لأنه تعودنا عليهم وشخصناهم. شغلة الأخرى رجاء إخوان، ما أريد نطيل، أي خبر عار عن الصحة، يعني أكو أخبار خيالية ما يقبلها حتى المنطق، وجاي يسألوننا، يصير ضغوطات علينا تليفونات إنه هل هذا الخبر صحيح؟ هسه احنا ذا نبين الحقيقة، بعض الإخوان يزعلون علينا، فاللي يريد يتأكد ذي هيئة التقاعد يروح يسأل على السنتين، على العشر سنين هاي اللي طلعونا لعبة جديدة بها ذي التقاعد ويسأل. تريد رأي الخاص؟ هذه المعلومات خاطئة، فقط السنتين مثبتة في القانون رقم 3/2005 استحقاق قانوني جاي داعي بها. إن شاء الله لقانا مع الحاج معين الكاظمي إذا أجى اليوم، الموازنة أو الجداول لغاية 9 لازم تنتهي، نحاول بكل قوتنا ونضغط في سبيل أن ندخل هذه المادة حقوق الجيش السابق في جداول الموازنة، وإن شاء الله خير، نتأمل من الله خير. أبو علي بس سؤال، بس بالنسبة للمقابلة والالتقاء نخبة من المتقاعدين، نعم، من حضراتكم من الضابطة، نعم، بالسيد رئيس الوزراء صار محر عنها، هذه يعني تم تبليغنا واتصلوا بالأخ أبو نور من قبل مكتب التشريفات في مجلس الوزراء أنه حاصل موافقة على المقابلة، وننتظر يعني تدري رئيس وزراء مو شوية مشاغله والتزاماته الدولية المحلية، لكن ننتظر ونتأمل خير، وإحنا في تواصل مع المكتب، وإن شاء الله وعدونا عن قريب جدا متى ما حصلت الموافقة أيضا نبلغ جماعتنا أعضاء الرابطة ونروح زيارة للسيد رئيس الوزراء، نتم الخير في الأيام القادمة إن شاء الله.